بسم الله الرحمن الرحيم خوشگوان رزدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جهی کین لبن صلوات خود لبن جارا قدی دیال خلاکا قدیش برنامه دیال قرآن بری بچین اتناف خلاکا خدا و اف بابت افریکا یه وی خلاکی مبوا حاضر کری ده بیراو و بیراخوا الگوتنا سید قطبی این رحمتت خودی لبد دمه دسپیکا تفسیر خدا یا ظلال القرآن گلک آخفتن جوان و گلک گوتن جوان دسپیکا تفسیر فی ظلال القرآن بومد بیجد شوان جمله شوان رستا شوان پیوا سید قطب رحمتت خودی لبد بیجد الحیات فی ظلال القرآن بجد جیان ادگل قرآن پیروز بن سیبرا قرآن بجد نعمتون بجد کرمک لا يعرفها كسك وي كرمي وي قنجي وي نعمتي نظانت إلا من ذاقها بس أو تنبت يطام كلي وي كرمي يدقال قرآن جاي الظانت كو قرآن كلام خدية الظانت هر تشتكي تيدا صدش صدش نيك خدية وراستا وبي قمانا هر تشتكي خدية وعد بيدا يديب جهئت بجد نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها بشتينجي بيفاكت بجد نعمة ترفع العمر وتباركه عمري بلندت كت وعمري بركتت إخته وتزكيته أن وتزكيتها ومروفي پروردت كت مروفي تزكيت كت مروفي چيت كت مروفي آوات كت مروفي بلندت كت مروفي پاقشت كت أخلاقت خراب مروی تجید کتش اخلاقت باش مروی آواد کتش روشتت باش و مروی دیرت خشت روشتت کریت و ید مروی بینت رزا گیانه وره لو ما سید قطب رحمتت خوده لبد دست بکا طبعا گلک دریجن بلی اف جمله بتنه مدویا ان بیجن فعلا الحیات فی ظلال القرآن نعمت لا يعرفها الا من ذاقها نعمت ترفع العمر و تباركه و تزکیه بله قرآن خوینی ترزدار خوش کبرد بسرمان اگر خودی حس کد دی بوا بحث کو اف خلکت بولی تمامی وانانه کو چوانی ها سره داری کرنا درست دیال قرآن افریکا دی بحث خصائص القرآن بوا کن اگر خودی حس کد طبعا خصائص القرآن گلکن خصائص القرآن طیبت مندیت قرآن گلکن دی هندک شوانا بیجین و دوی خلکی دا کر خود حس که بتنه دی دو شوانا شروع بکن طبعا گلکن بلی اوی تندک زانا بو مکم کرین بیجن یا ای که کتاب الله ان کتاب القرآن کتاب الهی ام دی بحثی به نقطه بتنه کین و کتاب محفوظ اگر خود حس که وقتی یعنی دمی ما تیرامه بکن کتاب که الهیه دو کتاب محفوظ دی بحثی وان هر دو خلاکین سه كتاب معجز چار كتاب ميسر يعني سهلة صانعية بخاندن وجبار كرني كتاب الدين كله طبعا همية دي دليل جي سرئينين وكي بيجن دليل عقلي ويت نقلي يعني آيات وفرمودا وغلغلة تشتا مثلا شو كتاب محفوظة بلغت چنه عن كتاب إلهي بلغت چنه كو كتابك إلهية يت عقلي بنانيت وكي ما قدش آيات وفرمودا بينين و کتابک معجزه ما چه بلگه هنه چه دلیل هنه که کتابک معجزه و کتابک میسره سهله بوش برکرن و خواندن ما چه دلیل هنه هره هنه اش بر بکن اش بچی که و مازنه اش جن و میراش عرب و عجمه و کتاب و دین هم چه آزانه کتاب همی ادیانانه چه دلیل په هنه انشاءالله ده بحث وانتشتا کن و کتاب و زمن کتاب همی اختر از زمن کلی و کتاب الانسانیه کلی ها كتاب المهيمن عليها سر حمي كتابا كتايد مقدس وغير مقدس و وقت مرو بتخوينت عدم الملل أفهمي خصائص القرآن عدم الملل من تكرار تلاوتي هندي تو بخوينت تجي تيرنا بباشي دي إن شاء الله توقتي وان دا بحسي وان نقطة كين بلي أو أفريكا إن شاء الله بس دي بحسي دويت عاول كين دي سوا كتاب الوضوح والإبانة كتابا ديارة واضحة تشتي غموض سيدانينا يعني همي خود تعالى بما وضوحية قوتي ويا ديارة هدف وأرمان جسوي الشمولية يعني همي دنيا وآخرتي بخوابة ديارة ما فرطنا في الكتاب من شيء دي سوا كما قوتي الدليل وبلغة شنا إن شاء الله دبوا بحسكين ما يحتاج وما ينفع في الدنيا والآخرة أفايا معنا الشمولية
وكتاب العملية يا مهمة جلا جلا يعني كتابة كنا هما يا مثالية وخلاص كس نشط عملي بيبكتو يا أن يا بري حاشا هما يختيب ويختيب واش بنا كتاب العملية يعني الصالح للتطبيق والعمل به كتابة فعلا عمل بتتكرني يا أفريقيا وكي ما قلت دي طبعا جلا نقطة دينا ونزيكي دوازدك وما قلتن بس دي في خلاكي أكر خود حسكت دي بيجين كتاب إلهي القرآن كتاب إلهي والقرآن كتاب محفوظ يعني تشي دي باب حسابان هردو خصائص لكن شوان أفهر دوازد دي أفت ما قلتن طبعا هيجن جلك الديتين بل أم هندك شوانات بيجن يعني أم شيء بيجي بابات ما من خصائص القرآن چونكي جلك الدين جلك خصيصة الديتين طيب من دي قرآن ناوكي چه پرتو كي ديا وكي جلك جرامة تخلقت خدا أخفتنا دوباره كري قرآن فعلا ناوكي چه پرتو كونه ناوكي چه كتبانه يعني چه كتبه كي قرآن ناتين خواندنه نا يعني تب چهكي به نفسي قرآنه وكي ايكن همي عرضه همي بصرمان السرد چن وكافر وغيري يعني بصرمان وغيري بصرمان مفاي ومنفعاتي بخا جفي قرآنه ورد جرن بجاش خصائص القرآن دي بحثي يا إيكي كين القرآن كتاب إلهي يعني أولى خصائص القرآن أنه كتاب الله وكلام الله الذي يتضمن كلماته إلى خاتم رسوله وأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يعني خصائص القرآن أباكو ما قلتي كتاب خديكو أو كتاب دياركو شو ختمش بسم الله دس بيتكين الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة دست بيت كده سورة الناس دمائتت نوفانا فان دجل داداك وخد تعالى هيد هيديت خلالي بستو سي صالة كدبو في غنبري صلاة خد السابن يا إنا يا خالي يعني كتاب إلهي يعني چي يعني مصدر و پيوتو همي آياتتو و همي كلمتو صدش صد معنى و لفظ شنيك خده ايك لفظة نيا أجنيا ونيا جيانورا ونيا ملائكتا ونيا تشبه غنبرا نتشوة تدا لفظا ومعنا حمي يعني وكما قلت بسم الله حتى من الجنة والناس دس بيكا فاتحة حتى دمائك حمي كلام خده اگر كلامك هبت مفضجي هر خده او كلامك قلت هر كلام يبتي خده حمي خده يعني كلام كسي نتشوة مفضجي وكما قلت دي إن شاء الله عندك دليل إنين بالطريقة بريكا وحي جليجي نكو تشكي وحي بو بيغمبراتات حتى نفستني جدا مثلا أن هندك نوع الدين وحي يتهين بس أفا نخير أفا صادش صادق وجبريل عليه السلام أف قرآن بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم يا خوندي ويا قوتي بلي آياتك قرآن بجد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن جدفكيها تاف قرآن حكيم خبير كلمة أحكمت يعني همي بيفتو يت مترابطن جلي منسجمن يعني إتقانات دا يعني چه خلطي و چه عيب و چه نقصان و چه أفتشتا يعني يفال أجوانتشتا أحكمت يعني متناسقن منسجمن متكامل و مترابطت إيكن چه تنافر و اختلاف حاشا تنافبرا چه آيات و چه صورت دانينة يعني أحكمت هر آياتك خود تعالى چه كلمة ببكار إنا چه پيف استعمال كرا أو پيفة بويري درسته أو آيات بويري درسته كا بحثي چه كرا مثلا بحثي خود تعالى إكش معنى أحكمت هكر خود بحثي مشاهدت بحشتيات كت أهل بحشتي خود تعالى مقابلية بحثي أهل آجري جد كت والعياذ بالله هكر خود تعالى بما بحثي دنياي كربت قرآن دا مقابلی بوما بحث آخرت جبیره آخرت جتیل بیرامه هکه خود بوما بحث کونی و عالم و شهاده بوما تکت که وام چاوت بینین خود تعالی بوما بحث غیبیات هاشدی که اوی از تو نبینین اوی نپیش چاف هکه خود بحث جیانه کربد بحث هندی جیا کری که الحیات و الموت نفسی ای خود تعالی یه بحث کری احکمت یعنی اتحرف فی الحروف احکام يعني إتقان حتى حرفته همي بإتقان الحرفة القرآن خش كبرت الإصدار همي بإتقان يتهدين شكلنا هر حرفة كشي معنى خويا هاي إحكام وفي الحركات إحكام خط حركة وإذا فتح الضمة وكسرة وسكونة إحكام خدت على بمدينة القرآن وفي الكلمات إحكام
فايفيتو هاني باحكام واتقان بما دينا خد تعالى وفي الايات وفي الصور احكام ايات وصورات اجدا خد تعالى هاني باحكام بريكو بيكي وبمكمي وباتقان بما دارتي وبما غوتين احكمت يعني اتقنت لا خلل ولا خطا ولا نقص ولا عيب يعني بتشتهمي دير كلمه احكمت ابا وقت بجي ثم فصلت اياته يعني اگر اياتك الجاكي چونكي همي مفسر بجن بجن باشترين تفسير كيشكا او ايات ايات تفسير كت مثلا سوره الفاتحه وقت ما تخونين انعمت عليهم كيشكا بالنعمه اياتك دا بحثت كت بما شرحت كت خذ تعالى وآياته بما شرحت كنا أولئك الذين أنعم الله عليهم كنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى دم هيك يعني وقت آياتك بيجت جهيدي تفسيره ويا تفصيلة بيجت عندك جها تفصيلة به عندك آيات عن ديار كرنا ويا يعني بيجين تفسيره ويا من لدن حكيم ثم فصلت أبي آيات خذ بيجت ثم فصلت من لدن من لدن شكي دفك آياتك بابتما كتاب إلهي ثم فصلت من لدن حكيم خبير حكيم يعني كاس نشد شو تعارض ديال اخفتنا يبكت يعني او شولي او تكت يعني معارض يبت آن بجد اسنال ديال في حاشا قوتني ما لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون خده وكي قوتي حكمة مطلقة حكيم يعني كار بنجه وقت تشتي دين الزانو كبشتي هنگه دي تشتي بدو دي تشلي ايت من لدن حكيم خبير يعني خبير نفست ما يعلم ما يصلحنا خودت زانت كاتشي بما باشد قرآن دالا او تشتي فايده ما ومحتاجه ما تدا خودت على بما كليته دا حقا تشتاكي خوده بيدان كربت يعني او چه يعني هاو جايه ما هم بجين منفعاته ما هم بجين تشتاكي وسط دانين هكو چنكي قالت تشتا خودت على وقت بجين ما فرطنا في الكتاب من شيء او شيء او منفعاته ما ومحتاجه ما بي يا دنيا بد يا اخرته بد زانت چي بما باشد چه مصلحته ما دانا وما يفسدنا زانت کا چه دیمه خراب کت بری مای جدای پاش چه بومه باشه بری مای دای ویچتی وما يسعدنا خود زانت چه بومه باشه یا گوتی دی فیچتی هرون ویچتی بکن کار پی بکن دا ام بختور بین الدنیا دا بری الاخرته وما يشقیها و زانت چی خراب دیمه شقای بومه چه که زحمت و تعبه و دی یعنی زحمت بمکبت دی بومه نخوش بده توشی در دستری بین خودت تعالی بما یادیار که دائم خواجه بدیم پاش که چه تشتن بما نخواش به جیانا ما دی سوا آیات اکادی که کتاب الهی خودت تعالی بیشد و اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم الفرد بیشد بیشد یا محمد مسوگر صد صد نون نونت و این توکید تأکید تأف قرآن یاش که ورگیتی حکیم علیم حکیم علیم آيات قد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طبعا بيفا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين خد تعالى حتى پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم الصفات صادق الأمينة وجبريل عليه السلام صادق الأمينة يعني او امين وبالقران جداي امين وجبريل عليه السلام بنور نافكريا پیغمبر بنور نافكريا قران جب نور نافكريا يعني نور على نور على نور هذا يعني خلاص دما تشهج تبنكو ام بيجين برما برزبي ان من زاني امين صفتك يعني حاشا تش خيانات تدانك نخي وما هو على الغيب بضنين پیغمبر صلى الله عليه وسلم تش خيانات نكره عندك آیات وشیرت آن نبیجت آن دیار نکت آن جیب بود حاشا نخیر عایشه خود تعالی جی راضی به سروی پیوی هم دی بیجین که جبریل جی امینه و پیغمبر ما جی امینه که خود تعالی هر دو کب صفت امینی نافکر یعنی امانتی درست اداد کرد خود تعالی چه اداد جبریلی نه هندک جیش بیر کرد آن دی جبیر کرد آن دی خلط کرد آن دی گهرد حاشا پیغمبر جی نفسی تشت مسئله هر دو امینن عائشات بجد دليل كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حاشا تش قرآن نوشرت و نوشرت عائشات بجد لو كان رضي بنا خده لي بده كما بسترما بجد لو كان محمد كاتما هكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه امين باد در حقا جهان دنا
قرآن دا و رساله و نام خود تعالی بفری کری هکه ویا با هنده که وشیرت کاتی من شیئن مما انزل علیه گوتی لکتم هؤلاء الآیات دا هنده شوان آده وان آده وشیرت هنده آده تاتی مثلا عتاب پیغمبری که سلام خود سر بن گازنده یا جی کری شوان مثلا اکی دست بکر صورت تحریم خود تعالی بجد پیغمبری که امی بابت چت بجین قرآن کتاب که الهی مصدر صدش صده زانه وقتی تو قرآنت خوینه زانه هر وکی خوده بودت خوینه تو گل خودید بی وی شکلی گل جا وقتی بسرمان و عالم و گهداری ها کسی که کرمه قرآنت خوینه ند گود فلان کسی قرآن ده بجم سمیعت الله میا گل خوده بی خوده هود بجده واسه وقتی تو قرآنت خوینه بزانه والله خوش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حتی دمائی که وصف بین سر حضرت خواهد صدش صده جی وصانه که بجاوه کلام خوده کلام آخفتن خوده خوده اگر تا به خوده گلته با آخفت قرآن بخوینه کلام حصه به وکیش بین به شعور به هستی قرآن حصه بخوینه وقتی تو تخوینه بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملك وهو على كل شيء قدیر یعنی وقتی تو تخوینه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وصوي هزربك وصوي تامينك بجا يا رب ابا كلامتي ابا بيفتنا ابا اخفتناتي مرود بتش شعور خوينت زانا خدي گوي خدت اخفتن حمي يا خدي هكا نا خدي بكي عائشه ديك ما بسرمان خدي تعالى جي راضي بگودا خدا پیغمبر فان اياتا وشيرت هكا پیغمبري چكر بحاشا وكي اندك مشرك وكافر به دینات گود کیش آیت شوانا یا ایوها النبی لما تحرم ما حل الله لك تبتغی مرضات ازواجیک چاوات تو هنده چتا سر خواه حرامت کیه تمام سبب نزول آدی های منو بتم گلب چین نوزادا بابا تیرا مبکد چاوات هنده چتا خوده بوتا حلال کریش بر راضی بینا جنکی تاو آنش بر هنده که جنکی تبتغی مرضات ازواجیک تل سر خواه حرامت کیه یعنی با گازنده اجید کد یان اف آیاتا وقتی بجد و تخفی فی نفسی که ما الله مبدیه و تخشه الناس والله حق ان تخشه حکی پیغمبری هنده که آیات وشه بانه ما داوی آیاتی وشه رد آنه آتا برینو که ما گوتی یعن عبسه و توله و گله که دیوه که خود تعالی که گازنده که آن ام بجین عیتابه که کلید که کو یاش پیغمبری صلی اللہ علیه و تشتا درسته بله خود تعالی بو یه راز وکنی که وی تشتی دا هشیار به و نکه لما تحرم ما احل الله لك مثلا تبتغي مرضات ازواجك خو تعالى هد بجد پیغمبر یکی ما گوتی عتابه کی معناه قرآن کلام خودیه ولو پیغمبر یک پیج نه پیغمبر نه جبریل نه چه کسا تدانی نه آیات اکادی خود تعالى بجد وكذلك اوحینا اليك روحا من امرنا جهه که قرآن روح ناودد روح یعنی گیان یعنی جیان نکاف کلخ منوتا چی بقدره بوی روحی بقدره اف روحا خودش نی خدای ما بی دلیل چوا اف کلخه پر روحی بقدره وقتی روحش لشکت داره حس که بلا او مروبا چند قدر و قیمت بد حس که بلا چند مازم بد حس که بلا چند یعنی شهرت ها بد حس که بلا چند محبوب بد دف خوده همه روحش کلخی بی ها داره بی قیمت بیده چون که نف آخره حکر نکه نف آخره حاشا ده یعنی بهنج کفته کس نشه نزیگ بد معناوی روح بهنامه خوشت کد روح ما بقدر تیخد روح ما بقیمت تیخد روح ما بلندت کد یعنی روح یاش نیک خوده هاتی هندی تو تشتید خیره و باشی و عبادات هل دفخوزیده که توی نیزی کی خوده بیچ که توی روحی تیرد که توی زاده روحی دیه یعنی مروی های جهبت روح اوه اوه که مروی بقدر تیخد وجه خود تعالی ایکش نافت قرآنی که روح و کذالک اوحینا الیک روح من امرنا چونکی جیل دیف قرآن بچه دی جیانه که درست هبد هکر او چند وی حرکه و لفین هبد و چند قوات بد و چند پیز بد و چند عضلات و ارزش هبد بس والله کش خود دیر بد او مروه وکی مروه وکی مریه و اگر مروه وکی شلالی جیب بس خوده وگیره دای بر روحاوی والله او مروه وکی ساخلمه او مروه وکی یعنی گله گلک ام بیجین یه ام شم بیجین یه ورزشیه بلا خوش شلالی جیبد مادم روحایی خوده و گری دایه مادم تعلقایی دیل خوده روح خواه آوا کری او مروه که
يعني فعلا يبجيانا يبجيانا. وكذلك أوحينا إليك الروح من أمرنا. خويا تعالى بجيب بيغمبري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لعلى صراط مستقيم. خويا تعالى قرآن يب روح ما فكري آيات قد يخوي تعالى بجت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أبيب جهنا خلكي أباكو خديبو تأينا يخوري معنى يتشتش في قرآن نكلامي پیغمبر همي يا خد تعالى نا دي سوايات قد يكو كتاب إلهي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء جل آيات دي طبعا يتاين خشك برات رزدار باشين دي إن شاء الله يعني نقطة ديدا خصائص القرآن كو دليل ديجي دينين شو أنا مثلا تشك بيفو كلام چه آديناتنا النفضة إن شاء الله دهندك دليل إن يختم جهين أوان خالة دال فيري دريش نبد نقطة دوية ما قلتي مش خصائص القرآن إيه كتاب إلهي وما قلت دو كتابك محفوظة محفوظ يعني چي يعني يا پاراستيا پاراستياش گهوريني پاراستياش زيدكريني پاراستياش كمكريني پاراستیش تبدیل، پاراستیش تحریف، پاراستیش ضیاع و هندابینه. هک قرآن همیشه بیت صوتنه و بین شناف برنه. یاد دلیت بصرمانه دا، یاد دلیت بچیکت بصرمانه دا، ظلامت بصرمان، جنکت بصرمان، عرب، غیر عرب، یاد سنگی همی کسه دا. ماده چه قرآنی که؟ ماده چه هاشین شناف بن؟ کتابا که محفوظه. هک قرآن همیشه که مگودی بیش شناف برنه، ماده چه دلیت بصرمانه کن؟ لو ما كس نشد يعني خلفي قرآني بدت يعني محاولة شنافتوني بكت حاشا نينا جوا إن آية القرآن جوا إنه لكتاب عزيز تك كلام سري خدنا كون كتابك عزيزة قرآن يعلى ولا يعلى عليه تك كلام سر قرآن ناكون عزيزة ناجهني تك كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نجبري ونبشتي تكتب ناين في قرآن يعني شناف ببنيان قرآن كتابة قدي بتربت شكين بكل مصلحة مروفة بتيان باراستي تربت نخير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دفكياته تنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد محفوظة شو تشتي خوش كبرة رزدار محفوظة وكما قلتش نقصان وزيادة محفوظة عيبة محفوظة تحريفه باراستياش ضياعه خد تعالى كفالته وكيلي كود بارزت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سحكيني نزيكي شش تأكيد خوش كبرات رزدار يدفو آيات داينكو سر خصائص القرآن كتابك محفوظة خد كفالته وكيلي خد تعالى إنا أبا توكيدك نحن أبا إنا يعني هر بجد ما بس نحن جي دبارت يد نزلنا دوباره کرد سه باره کرد نزلنا ذکر و انا له لحافظون شش تاکید جبلی کو جمله جی کو وقت عربی دا شهر ذات عربی دا زانن جمله اسمیه جمله اسمی چیه لثبات و الاستمراریه کو یا بردامیه یا ثبات یا مکمیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون شش توکید شش تاکید یه دوی آیات دهیم که خود ما تأکید که خود تعالا دوی قرآن پارزد او خواب خواب ما با شرد پارزد و که هنزان و یا گلی بیا کر و تاریخ علم القرآن پچه که هنده تیدا خوانده بد بحث کن وقتا که نگلکش میشه بجن هنده که همین که دا ایک قرآن پینجی هزار قرآن هاتن طبع کرنه سوریا پینجی هزار قرآن هاتن طبع کرنه همیجی درست خواه پیوه که کلمک جی حركاتي نزيدة ونكم تني 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 فقط بيفك جبر بيفك جهو رجينا داري عفا نجهو رجينا داري على أساس ويدي قرآن درس كادي بصرمان يعني بيني داري ونك وكلمة جبيني داري بيش السيطرة سر بصرمان أبجن قالوا جا بصرمانش قرآن دير كفان كافر مشرك ملحد منافق دجمنة إسلام دجمنة قرآن هندا جا ما بصرمانش قرآن دير كتاكو تيجاشتنا كو خاندنا كو عمل بيكرن بس چرا زان نشین قرآنه؟ بس وقتی بصرمان جدیر کردیم که کادا به کلمه تن جیبینین داره پنجی هزار قرآن هاتن طبع کردنه بس کلمه هنزان کش کلمه جینا داره بلکه بصرمان ما تهدی پینا حسن
جيل بيش ديوانا بين ذي كلمة نبي نعم دي صافي بمسألة كيش كلمة بي ومن يبتغي غير الإسلامي أوان كلمة غير إنا داري چاوات داني بيسي ومن يبتغي ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل من على أساس كلمة غير قوامين جيني داري بل كي بالبسلمان وبرزبت هما أفهم مسألة همي صافي بي وما سيطرة سر بسلمان أكير بل إكسر بسلمان هر لحظة دا بي حسن أو مصحف همي كم كرنو آجر بردانه صوت شنيكا بيهيوي من محاولة دين كرنه أف آياتها إنا نحن نزلنا الذكرى نمعنى محاولة ناين كرنه والله بردوام محاولة دين كرنه وبردوام دين كرنه جي دي هر محاولة بردوام بن بس أو محاولة مشكلة چيا يعني يكيب أم كرده بجن سر ناقرد مستحيلة سر بجرد إيكش ما قول خصائص القرآن چكي محفوظش لاي خود تعالى فا تولى الله تعالى حفظه بنفسه خود تعالى خب خا يبسطو خب اجرتي ما دي چواشين ريكت حفظي جي فارستنا قرآن جلكن جلكن ريكت فارستنا شوانا خود تعالى يعني بهزارها بصرمان وغير بصرمان بمليونا جبرن بچيكا مزنا عربا غير عربا يتهين والله اك كلمة عربي جي نظانت وكو عربي باخوت وتيب جهت تندك لغات ادب بله وقت تن قران تخوینن حکه تو چاوی خدای نی سره تو نبینی او کی قران تخوینت والله دی بجاو عربه کی درسته دی بجاو اوه ما همی اوه عربه ها قران دی وام رکاج دی خدای تعالی پاریزت نه کی کتابت بری نو کیه کتابت مقدس تورات و انجیل و زبور اف کتابت خدای تعالی هلا بین پی وی وان و بما استحفظوا من كتاب الله بشتی پیغمبرتوان صلوات الهمیه بن وقت نافون دا نشیم برای وقت پیغمبرتوان میرین خود تعالی تکلفا آنها که میرین یعنی تکلیفا کتابتون نکردن کو بو پاریزت لو ما اوید پشتیوان هاتین کاچت مصلحت بر جوان دیوانا او بخاهلان اوید دی یعنی او آیتا گوهرین زیده کردن کم کردن اوید مصلحتا واندا بله محفوظ خوشکبر هاتر ازدار یعنی یا پارستی مباشرش لای خود تعالی و شرامانت حفظی جی اوکو اسبابت بما سهل كرين كو امتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتا كا متميزة ش امتا برهنگ همية يعني امتا برهنگ نينا اكمان فقا بيش تحديت كين كو هندك مسيحي مرزة تاين بو همية بس كو انجيل شباربت يعني تورات شباربت يعني حتى يتبريج يعني مستحيل شباربت بلي مليونة كو ايكش وكان بيش امتيازت امتا پیغمبر كو قرآن شبارا حرفك اشي جي نشبيرت كينو اكي وكي عبد الكريم مدرس بجد والله أتشم قرآن همي بن بسم ولو حرفك وحركاك يجيش بينك ها أفايا يعني كو إيكش خصائص قرآن بيروس كو تجبر كرني بالي خوش كبرات الرزدار وقت ما أبدا ما هيك هاد هفيتين وخير ومفاجئ خلاكي ورجتبت إن شاء الله كان خودي حسكت هر ديال خصائص القرآن خلاكا بيدي بحسي چند خصائصك ديكينش خصائص قرآن خود تعالى بتر برمى بدت قرآن قرآن البرمى شريم بك خان دناوي وجبر كير ناوي وتيجاش ناوي بلاف كير ناوي وشفعت قرآن برسق ما ويا همي وبك برمى شريم بك وخان دناوي برسق عيال ما بك تو والما بك أم بشن في قرآن درس بجهنين همي كسا حتى خلق بيت بمن الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.